وعلى المباشر مع الزميل طارق دريدي من تيبازا، بالتحديد من أحد الشواطئ الصخرية ببوهارون. طارق، ما الجديد؟ نعم، أهلا بك طارق. لا تزال إلى حد ساعة عملية البحث عن المفقود الثاني مستمرة لغاية الساعة بعد أن انطلقت عملية البحث منذ الصباح في تمام الساعة 10 صباحا من قبل فرق الحماية المدنية والمتمثلة في الغطاسين وأعوان حماية مدنية. تم تخصيص 22 إلى حد الساعة 22 غطاسا من التابعين للحماية المدنية في عملية البحث، كذلك 12 عون حماية مدنية على متن 4 زوارق نصف مطاطية. نعم، نصف 4 زوارق نصف مطاطية من أجل عملية البحث عن المفقود الثاني. كذلك سخرت القوات البحرية مروحية من أجل عملية البحث. عملية البحث كانت عملية البحث كانت جوية، حيث قامت المروحية بتمشيط واسع للمنطقة، المنطقة التي فقد فيها الشخصين. في تمام الساعة الثانية تم انتشال جثة الغريق الأول في تمام الساعة الثانية زوالا من قبل فرق الحماية المدنية، تم نقله إلى مصلحة الجثث، في حين لا تزال إلى حد الساعة فرق الحماية المدنية تبحث وعن هذا عن المفقود الثاني. بالنسبة لحالة البحر، حالة البحر مقارنة مع الصبيحة فأمواج البحر منخفضة، وحتى نعم طارق دريدي، شكرا نعم مقارنة جزيلا. نعم تفضل. شكرا جزيلا لك طارق دريدي على هذه المعلومات، كنت معنا على المباشر من بوهارون ولاية